عطنا السؤال الثاني يا أبو سلطان. السؤال الثاني طال عمرك، هل الدعاء لولي الأمر والعلماء والمسلمين، يعني على المسلم، هل هو واجب أم مستحب أم خياري إن أراد يدعي أو ما يدعي؟ شكرا لك يا أبو سلطان، تفضل الشيخ. الدعاء لولي الأمر هذا من النصيحة له، والدعاء له في صالحه وصالح الداعي وصالح المسلمين، يدعو لهم بالصلاح والإعانة والتوفيق، وهذا من حقوق ولي الأمر على الرعية أن يدعو له، لأن هذا مما يعينه على القيام بمهامه.